تحكيم كارثي. الهدف الثاني من خطا فاضح شافوه بالعام والخش شافوه، والحمد لله قادرنا نسجلوا الهدف الثاني وضيعنا ضربة جزاء. وهذه هي كرة القدم، لما تضيع فرص وكل حاجة تكون نتيجة هكذا. وحنا نقول لك بلي النتيجة هذه ما كناش ننتظروها، كنا حابين نتيجة إيجابية. نظن هي مقابلة مثيرة بين زوج فرق يعني اللي راهم يعني وشوية في مؤخرة الترتيب، ولكن احنا جينا بنية الفوز. ربما حتى لي شونجمون اللي درنا ما عطاوش المفعول نتاعهم. هذا هي كرة القدم، لما يكون عندك تعداد شوية يعني من ناحية ناقص، عندنا الغيابات يعني كانت غيابات مؤثرة خاصة كما نقولوا سعيد بورحلة وكاع.